تعقيب حضرتك على المباركة الرئاسية لصلحك أنت والأستاذ يوسف الحسين. يوسف أخ عزيز، قد نختلف وجهات نظر، كل واحد عنده رأيه، مهم جدا تعدد الآراء، بس المهم ما نختلفش على بلدنا، وده اللي مهم في الإعلام. وأنا طبعا فعلا لما ممكن يبقى في بعض زملائي في بعض المواقف، لكن في الآخر لما نقابل بعض ونشوف بعض بناخد بعض بالأحضان والدنيا بالنسبة لي انتهى الموضوع. لكن أنا طبعا فوجئت إن الرئيس كمان كان متابع هذا الأمر، وبالنسبة لنا طبعا كلام الرئيس إنها المبادرة، وإن إحنا في الآخر كلنا كإعلام وطن بنقف مع الدولة المصرية، ده اللي خلانا يعني هنستمر في هذا الأمر، وأي خلافات بيننا هتخلص وخلصت. أنا يعني من جانبي أنا مع زملائي في الإعلام تحديدا كل حاجة خلصت، إن إحنا دلوقتي لازم نبص لمصلحة بلدنا ونقف كلنا إيد واحدة عشان بلدنا، وخلي الحاجات الجانبية دلوقتي، لأنه اللي قدامنا معركة أهم. والرئيس يمكن في كلامه النهاردة لما قال انتوا دوركم انتهاش، كان لكم دور كبير جدا في 30/6 قبل 30/6 وبعدها، ولازم يستمر، وعشان كده احنا لازم نبقى ايد واحده عشان نستمر لمصلحه بلدنا. يوسف وغير يوسف كل زملائي في الاعلام. تمام، شكرا. تكليفي كمحافظ لمجموعه من المحافظات اللي انا مش عارف هي هتبقى ايه تحديدا، طبعا ده كان من باب الدعابه بتاعه الرئيس. يعني مساله صلح اللي قال عليها الرئيس الواحد الحقيقه مش مختلف عليها. اولا لازم بس نتفق على حاجه، احمد موسى جالي المطار لحد عندي واحنا في مطار القاهره، مد ايده بالسلام وعيد وقال كل سنه وانتم طيبين. تربيتنا تقول اللي مد ايده بالسلام لازم تمد، واللي عيد عليك لازم تعيد، واللي يبدا بالمصالحه عليك ان تتقبل هذه المصالحه. دي نقطه. النقطه الثانيه عشان برضو الناس تفهم، النقطه الثانيه الرئيس كان بيتكلم في اطار ايه؟ في اطار التوافق واللحمه العامه، وانه لا داعي للفرقه، واعتقد الرساله وصلت للجميع، لا داعي للفرقه، لا احنا عايزين معسكر قبل 30 يناير، ولا عايزين معسكر بس 30 يناير، ولا معسكر بس 30 يونيو، ولا معسكر الاخوان. كفانا الاخوان وهمومهم وعدائهم للمجتمع المصري بالكامل، ونتفرغ احنا كلنا، سواء اذا كان للتخلص من الاخوان او التخلص من الاخوان او لبناء البلد. دي كانت الرساله اللي وجهها الرئيس من وجهه نظري، وهي وصلتني بالشكل ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.